مسلسل حلو قوي، ما كنتش متوقع انه يطلع كده بصراحه، خصوصا لما شفت البوستر بتاع المسلسل لقيت ان الناس اللي فيه يعني ما فيش بيني وبينهم كيمياء قوي، لكن قلت ادخل وجرب وانت ونصيبك. مسلسل وبيننا ميعاد، اخر اصدارات منصه ووتشت، بطوله صبري فواز وشيرين رضا ومجموعه مهمه جدا حواليهم. مع الحلقه 13 وطالع كده بدات اتشد جدا للمسلسل وبدات احبه قوي، واحب الاسرتين اللي عايشين دول، اللي هو كل ما حلقه تخلص انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل. والغريب اني مش ملان، 30 حلقه وقاعد مش حاسس باي ملل، عيني مرتاحه طول الوقت من كادرات نظيفه جدا، المخرج مدي لكل شخصيه حقها، حتى السايس بتاع العربيات اللي قدام الشركه كل شخصيه محطوطه في مكانها حلو قوي، واخده وضعها كويس قوي، حتى الشخصيات اللي كان جايبها ضيوف شرف كان حاططهم في اماكن حلوه قوي. وانا من خلال الفيديو ده حابب اشكر بشده هاني كمال المؤلف والمخرج بتاع المسلسل، امتعتنا، متعه حوار مكتوب حلو قوي، متعه سيناريو مترتب حلو قوي، متعه كادرات واخراج سينمائي غير عادي، الحوار اللي مكتوب فيه كميه من الدروس بس اللي يستفيدوا اللي يلقطها، حتى اغاني التتر ممتازه، الموسيقى التصويريه قمه في التعبير. وعايز اخص كمان بالذكر الممثله دي، انا معرفش ليه حسيت فيها انها محمد فراج الجديد، بنت مصدقه نفسها قوي وحاسس ان هيكون لها مستقبل كبير جدا في الفتره اللي جايه. مسلسل وبيننا ميعاد انتاج 2023، تقييمي الخاص له 9 من 10.